بصواريخها البالستية ومسيراتها المفخخة، حولت جماعة الحوثي الإرهابية البحر الأحمر إلى منطقة خطرة تتهدد أمن السفن وخطوط الملاحة العالمية. إزاء هذه التطورات لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، بل أدارت محركاتها الدبلوماسية والسياسية ساعية لإنشاء قوة حماية بحرية موسعة لمكافحة هجمات الحوثيين المتزايدة. فبحسب ما أعلنت صحيفة The Guardian البريطانية، من المتوقع أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق هذه القوة خلال زيارته الثانية إلى إسرائيل والشرق الأوسط التي يستهلها يوم الاثنين. القوة الدولية المنتظرة سيطلق عليها اسم عملية حارس الازدهار، ودورها سيكون مشابهاً لفرقة العمل 153 التي تعمل من البحرين، وستكون مصممة لتوفير الطمأنينة لشركات الشحن التجارية بأن هجمات الحوثيين سيتم إيقافها وأن البحر الأحمر سيظل آمناً للشحن التجاري. وكانت 5 شركات شحن كبرى قد أوقفت سفنها عن استخدام البحر الأحمر في أعقاب الهجمات الحوثية، فيما يشكل تهديداً للتجارة العالمية. وقد كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم تغيير مسار 55 سفينة حول رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول بأسبوعين من تلك التي تمر عبر مضيق باب المندب جنوب قناة السويس. المساعي الأمريكية لحماية الملاحة وإنشاء قوة بحرية دولية استفزت إيران، الداعم الأول للحوثيين ولهجماتهم الإرهابية في المنطقة. فقد هددت طهران على لسان وزير دفاعها محمد رضا أشتياني بأن أي قوة متعددة الجنسيات ستواجه مشاكل غير عادية أثناء محاولتها حماية الملاحة في البحر الأحمر. فهل يكون البحر الأحمر شرارة لتوسع حرب غزة إلى الجوار؟